حديث كل تلك الآيات جرع النبي صلى الله عليه وآله الغصاص جرعوه غصاص حتى قال الشاعر وكم غصص قد جرعوه أقلها ليشعل نارا في حشا كل جلمدي. يكفي في تلك الغصص هذه الغصة أنه قال أحدهم إنه ليهجر ما اكتفى قالوا نحرق قلبك في حياتك وبعد مماتك يستحقون النار أم لا وهم الذين جاءوا بالنار والحطب عند باب بيت أمير المؤمنين ماذا ستصنعون؟ قالوا فليخرج علي وليبايع وإن لم يخرج قالوا نضرم عليه البيت نارا قالوا له إن في البيت فاطمة يعني يا عدو والله أحاديث النبي إلا سمعتونه وفي آخر أيام حياته روحي التي بين جنبي يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها غير ذلك من الأحاديث التي سمعتموها قال وإن قالوا وما اكتفى بذلك حتى صار يدافع الزهراء عند الباب هي تحاول أن تردعه لكن لا فائدة غليظ ما عند قلب يقول أصحاب المنبر فبانت أناملها من شقوق الباب رفع سوط ألمها على أناملها حتى افتلت الباب من يدها انفتح الباب هو يقول كما ينقل عنه صاحب البحار يقول فعشيني ذلك النور أعشى بصري إيش سويت قال رفعت يدي لطمتها على وجهها حتى تناثر قرطاها اكتفيت قال لا أخذت سوطي ألمتها على متنها أخذت كعب سيفي ووكزتها في جنبها يقول حتى لاذت وراء الباب ولها أنين يقطع القلوب كدت أن ألين لكنني تذكرت كيد محمد وسحره وولوع علي في دماء العرب فوضعت قوتي بالباب وعصرتها بين بابها وجدارها إيش نادت؟ قال صرخت ونادت ومحمدا وينك يا ملا عطية قال وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخماء تناديش جرمتنا شعلتوا بابنا بنا ما هم ناس بحجي ويا الغرب دناد يا كرار عجل ترى يهجمون ما بيهم امروه ايش سوى يقول نبت المسمار في صدرها اسقط المحسن من احشايها يقول قام علي بن ابي طالب وضعه في الأرض قال يا لعين لولا الوصية تكالبوا على أمير المؤمنين لكي يخلصوا صاحبهم لا أراد أن يأخذ سيفه فسبقوه إلى سيفه ووضعوا الحبل في عنقه وصاروا يجرون أمير المؤمنين لكن هذا كلام شاعر يقول ما جاوب وإلا جاوبهم لكن جبناء يقول ما جاوب الكرار بس تجري دموع وفي
حول الباب ومن ورا الباب الودي والعبيد بالباب التشو شلت جموع حسها وعصارها وغدت من خلف التلوى وفاطمة وسيدة يقول خرت وخر المحسن وصاحت يا فضة بالعجل دركيني ترى مقدر وضلوعي ترى نرضت وجسم المرض مضى وما ظل لي من ضربة المسمار قوة خذيني يا فضة وحيدر الكرار شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم الطحت قالت يا حر حيدر الكرار مشوا بي وقلبه على جمر الغضى لجلج تطوى والله لو شفتي حال حلال المشاكل ليث الحروب برقبته حطه وحماي يمشي بطاعتهم ودمع العين سائل قال اديت تشيل القلب فارق سلوه قالت ان كان طلعوا بالوصق ومطلعيني أنا نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني ورد اخبر بينا الدهر بعدش سو تروحين يا زهراء إلى قبر النبي واش تبغين تقولين له بيت الدعاء حبيبي تقول لأبويا يا رسول الله ترى آمر على عبده وضربني والله آمر على عبده وضربني ومن ضربت الألقى عذبني ولن كسر قلبه ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني وين انت رحت يا ابوي عني وما تشوف قام المرمرني وكسر وضلوعي وسقطني تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثرى بنت من أم من حليلة من ويلا لمن سن ظلمها وأذاها إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر اشف المرضى فك الأسرى رد الغرباء اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة إلهنا وسيدنا ومولانا.